الليلة غادي نشارككم نموذج حي لكل أب طماع وكيشوف بنته مشروع زواج فقط. حكاية الليلة ديال الأب اللي هو قاري وعنده منصب يدل على أنه مثقف، ولكن ما غاديش يتردد بأنه يزوج أو بالأحرى يبيع بنته اللي مازال بقى قاصر لرجل من دولة عربية وما عارف عليه حتى شي حاجة، من غير أنه بالمعنى العامي ديالنا خانز فلوس. لكن في المقابل هذا الزوج اللي كبير بزاف العمر غادي يعطيه ثمن اللي هو مهم باش يشري ماشي إنسان اللي يكمل معاه حياته كزوجة، ولكن كشيء واحد آخر. حكاية الليلة اللي منها عداد في مجتمعنا العربي للأسف، والنتيجة ولا النهاية نتاع هذه الحكاية خاصها تكون عبرة لهذا الأباء بلا ضمير. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه واحوالكم طيبه. المؤنسات ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. قبل ما نبداو في حلقه الليله وندخلوا ليها بغيت نقول لكم اذا كان تيبان لكم بلي هذا المحتوى يستحق الدعم فما تبخلوش انكم تضغطوا لتحت على زر الاعجاب وديروا واحد التعليق اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. خلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا هاجر، حليت عيني وسط عائله عاديه، اب خدام واحد الخدمه اللي كانت معيشانا موفره لينا الحاجيات ديالنا، والام ديالي كانت غير في الدار ربات بيت. قصتي غادي تبدا منين كان العمر ديالي 16 سنه تقريبا، كنت بقى لي شي حاجه وندخل في سن 17 سنه. بابا كان عنده واحد صاحبه، اللي هاد صاحبه عنده صاحب واحد اخر من دوله عربيه، واللي كان موصيه على شي وحده مغربيه باغيها هو الزواج، وهداك السيد ماشي مغربي. صاحب بابا ما غادي نبان ليه غير انا، وغادي يقترح على بابا بلي انه يزوجني لهذا الشخص اللي انا ما عندي عليه حتى شي فكره، واللي ما بيني وما بينه فرق ديال اكثر من 20 سنه. بابا ما ترددش، وفي نفس الوقت بانت ليه بلي كانت همسه اللي هي صحيحه، خصوصا لما عرف بلي انه هذاك الشخص غادي يعطي في الصداق 11 مليون. اختارني ما بين خوتي، ومع اني ماشي انا هي الكبيره، شافني بلي انني نقدر نتغرب، نقدر نتحمل بزاف ديال الامور في داك السن، حيت كانت عندي شخصيه اللي كانت قويه وكنت نقدر نرد على راسي، كنت قوي في زاب هذا المعنى. جا بابا دخل بقينا جالسين تنجمعوا شو غادي تنطق ما بيناتنا، حقا ما حقا هاجر غادي تزوجي والقرايه غادي تحبس هنا. كيفاش غادي نحبسها بابا؟ راه الحلم ديالي انني نقرا، كيفاش الزواج؟ انا راه ما عارفه والو على الزواج. ولكن بابا كان الكلام كلامه، خاصك ديري اي حاجه هو بغاها. كملت تفق قلبي داك النهار ومشيت عند ماما وقلت ربما معها الامل، وقلت لها انا ماما راني ما باغاش نتزوج. هي بدورها بطبيعه الحال حاولت مع بابا بزاف وتقاتلت معاه التعيات، ولكن قال لها خلي البنت دير دارها ومستقبلها. هكا هو كان تيفكر. انا فجاه احلامي غادي تبخروا، بعد ما كان الحلم ديالي انني نولي محاميه من صغري هذا الحلم غادي يبخروا ليا بابا. وهنا بنت ليه البيعه والشريه فيا. زائد على هذا قال لي بلي انا غادي نعيش مع داك الشخص مرتاحه وما غادي يخصني والو، واللي حليت عليها فمي غادي يحطها ليا. كان كيفكر بلي انني غادي نعيش الرفاهيه مع واحد عنده الفلوس، وللاسف ما عمره ما فكر ليا ولا سول شنو بغيت. من بعد زوج ديال السيمانات جا داك الشخص عندنا للدار عرضوا عليه وشافني، وانا دايزه حيتاش ما قبلتش انني نجلس معاه في نفس الطبله. منين شافني حماق عليا. انا فاش بان ليا تصدمت حيتاش كان كبر ما كنت كنتخايل. كنت زوينه وعاطيه العين، واخا صغيرة عندي الهيئه عاطيه العين وكبر من عمري. كيف قلت لكم بابا اختارني ما بين خواتاتي حيت انا شخصيتي قويه ونقدر انني نعيش في بلاد اللي هي مغربه ومخي كان خفيف في القرايه، وتمنيت كون كانت شخصيتي ضعيفه وما كنعرف ندير والو فهادشي باش ما يضحيش بيا. جات واحد الوقيته فكرت انني نهرب، لقيت راسي ما عندي والو باش نهرب، درهم واحد ما عندي في الجيب، فكرت انني نحرق على برا. ولكن باش غادي نحرق والو؟ قلت الا خرجت للزنقه غير غادي يتعداو عليا. كلشي ناض كيجمع ليا فوراق الزواج باش انني نتزوج، وكنت كنقول منين ندوز للمحكمه غادي يرفضني القاضي حيت غادي يشوفني بلي انني صغيره باقا قاصر. ولكن لا، القاضي كيتعامل معايا عادي ودوزني بلا سؤال بلا والو. انا بقيت مصدومه وغير حاله فمي وتابعه بابا وهداك الشخص اللي بغى يتزوج بيا، وهما ما قادهم فرحه. داك خونا ما خلى ما جاب ليا من الهدايا والحوايج والذهب، ولكن ما تسوقش لذاك الشيء حيت في مخي كنت عارفه بلي انه مازال قدامي حرب كبيره غادي نعيشها. واخا مبين لي داك الشخص بلي انه باغيني، ولكن كنت نشوف بلي انه باغي فيا واحد الغرض واحد فقط واللي هو الجنس. للاسف كنت كنكره راسي ملي كنتفكر انه غيجي واحد النهار وغادي نكون معاه في بيت واحد، كان كيجيني الرعب وكانت كتجيني الرعده. ملي شفتهم صافي قرروا ووصلنا للعدول، شفت في بابا وشفت هذاك خينا
وقلت لهم بلي انا ما بغاش العرس ودوك الفلوس، غير خذوهم تبرعوا بهم ولا لوحوهم. فعلا داكشي اللي كان، ما درتش العرس والحمد لله انني ما تبرزتش مع واحد قد الضبه، ولكن توشت. وفي نفس النهار كانت الدخله عندي في واحد الفندق اللي لحد الان ما عرفتش كيفاش دازت، اقسم لكم يمينا ما تفكرت حتى شي حاجه ولو واحده من ديك الليله، بحال فقدت الذاكره فيها، بحال ربي ما بغانيش نتفكر شنو وقع. ابتداء من هذيك الليله الملعونه بديت كنكره بابا. من هذيك الليله تبدلت فيا شي حاجه، شخصيتي ولات ضعيفه. خلاني شي ايامات في المغرب داك اللي تزوج بيا بيد ما انا وقاد ليا الوراق في بلادو، ومن بعد رجع باش انه يديني معاه، وتما غادي تبدا الحرب. ايام الاولى دان لواحد البارطمان اللي كانت صغيره بيد ما كملت الفيلا ديالو في البني، وفي نفس الوقت سيد ولا انسان اللي هو تاني، ما كاينش الخروج، ما كايناش اي حاجه باغاها انا. وهنا تاكد ليا الغرض الحقيقي لاش جابني لهاد خينا. من بعد ايام غادي نمشيو لديك الفيلا ديالو ولا باغيني نخدم عليه فيها، واللي كانوا فيها ثلاثه تاع الطوابق ما كاينش اللي يعاوني. كل مره جايب ليا صحابو وخاصني نخدم عليهم، وانا في داك العمر اللي كان مازال باقي صغير ما عارفه حتى شنو ندير. تنظيف عليا، طياب عليا، باختصار كل شيء كان عليا. كان كيجيب لراسو اي حاجه هو باغيها، سواء لباس، ماكله، او حتى اشياء ترفيهيه، ولكن انا ماشي من حقي نطلب اللي بغيت. ما نقولكش باش كنت كنحس وانا معاه في نفس الدار، كنت كنكره راسي وكنبغي نقتل راسي كل مره. العام الاول دوزتو معاه في الحرب، تصوروا معايا واحد كيجيك للدار وكيجيب معاه الشراب وكيسكر عزكم الله، من بعد كينوض ما يخلي فيك حتى شي قنت بالضرب. صبرت حتى عييت، ومن بعد غادي ناخذ قرار هو انه خاصني حتى انا نولي ندافع على راسي. على الاقل اذا جا هو يضربني غادي ندافع على راسي وما غاديش نخليه. وداكشي اللي كنت ندير، منين هو كيجي كيضربني انا تنحامي على راسي، ولكن عاد ما كنزيد ناكل الدوبل ديال ديك العصا. ولكن فاش تنفكر تنقول له على الاقل انا دافعت على راسي باش انني ما نحسش بالحقره. فاش كنجي كنعاود لبابا هذا الشيء اللي تيوقع ليا مع التفاصيل، كيقول لي وغير صبري دابا يدير عقله. تخيلوا واش واحد قد جدي فين باقي مازال غادي يدير شي عقل، وانا نبقى كنتسنى حتى يدير عقله، وفي نفس الوقت نبقى كناكل العصا. كملت في قلبي وصبرت، وحتى ماما مرضات معايا مسكينه، وكانت كتقول لي رجعي ولا هربي لشي بلاصه واحده اخرى، ديري اي حاجه، المهم ما تبقايش معاه. فين انا هربه ماما؟ واش انا سد عليا ما كنخرجش الا معاه، وما عندي حتى الفلوس بحال الناس من غير داك الذهب اللي جاب ليا. دوزت عام على قدو بنفس المعاناه. العام الثاني هو فاش غادي نمرض، جاني اكتئاب، وانا ما كانش عندي حتى فكره على هذا المرض. كنبقى سد عليا الشراج ليل ونهار، وكنكره نشوف النهار ولا الضو. ضعفيت بزاف حيت ما بقيتش كناكل، وشخصيتي وليت كنحس بها ضعيفه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. اي حاجه كان كيقول لي نديرها كنت كنديرها بدون تردد، وتعودت على السب والمعيور واي حاجه هي خايبه. واحد النهار قلت صافي اليوم انا غادي انتحر. فعلا طلعت للسطح ووقفت وبقيت شي نص ساعه كنشوف، نص ساعه ما بين تفكير واش نرمي راسي ولا لا. ما قدرتش، خفت، ما قدرتش نشوف راسي مرميه. رجعت هبطت، ومره مره كتجيني الفكره نتاع انني انتحر، ولكن عن طريق انني نشرب شي حاجه. للاسف هذه المره فعلا تشجعت، وداكشي اللي وقع، شربت كميه كبيره من واحد الدواء. من بعد شي ربع ساعه عييت وطحت وما عقلتش على راسي. فجا هو شافني طايحه تخلع وعيط على الاسعاف والبوليس، ولكن قدروا يسعفوني ويغسلوا لي المعده ديالي وما وقع لي والو. غادي يسولوني البوليس السبب نتاع هذا الشيء اللي درت. قلت لهم راه المشاكل الزوجيه، ولكن ما تسوقوش ليا وما عطاوش لكلامي اهميه. كرهت راسي حيت حتى الموت ما بغاتنيش. في السبيطار غادي يحولوني لواحد الاخصائي نفسي باش انني نتعالج نفسيا معاه، ولكن ما قدرتش نتواصل معاه لانه كان تيهضر بالانجليزيه، وما عارفش علاش جايبين ليا واحد ماشي عربي باش انه يتواصل معايا، وكان راجلي هو اللي كيترجم ليا ما بيني وما بينه. فكيفاش انا غادي نشرح لواحد داكشي اللي كيضرني واللي ضرني واللي سبب في انه ألمني وضرني وحزنني هو اللي غادي يترجم؟ غادي نكتفي انني نقول ليه ما تنقدرش نعس بالليل، واذا حطيت راسي على المخده كنبقى غير كنتخايل شي حوايج، ما قدرش نقول الحقيقه. من بعد عطاني واحد الدواء لحد الان ما عارفش ديالاش. المهم منين انا كنشربو عاد كنزيد نحمق اكثر واكثر وكنجهل. هنا هاد الزوج بدا كيحطمني اكثر واكثر، ولقى لي لقب جديد، ولا تيقول لي مريضه نفسيه، ولا دولت تعيط باش كيعيط ليا، عقدني في حياتي. واحد النهار قلت اجي نتقرب من مولانا ربما غادي نرتاح عنده نفسيا، وهل يخيب من قال الله. وداكشي اللي كان، شغلت وقتي كله بالصلاه والقران، وبقيت كنتحسن شويه بشويه. فهاديك الوقت كرهت بابا
اكثر واكثر، حيتاش كل مره كيزيد الكره ديالي ليه حيت بسببه حياتي ترونات، بسببه تعقدت في حياتي، وبسببه كنت غادي نضيع حياتي، بسببه تهانيت وتاذيت. كل مره كنقول كيفاش نخرج من هنا، طلاق ما باغيش هاد خينا يطلقني، غير كنجبد ليه الموضوع تيقول لي خسرت عليك فلوس صحيحه والذهب صحيح ما غاديش نتطلق انا وياك. كل مره كيبقى كيغرني بالهدايا نتاع الذهب. حتى لواحد النهار عرفت واحد البنت اللي هي مغربيه في فيسبوك وعاودت لها القصه ديالي بالتفاصيل، شجعتني انني نطلب انا الطلاق واخا ما كاين حقوق عندهم في ديك البلاد. واحد النهار خرجت ومشيت للمحكمه بالتخبيه ودرت قضيه بلي انني بغيت نطلق طلاق الخلع واللي هو الشقاق على ما اتوقع، وكنت فاجات ما بلي انه حتى واحد ما مسوق ليا، قالوا لي خاصو يحضر معاك حيت غادي يحولونا لجنه الصلح. تنقولهم انا راه مريضه وغادي ندير شي حاجه في راسي، وما كيقولوا لي لجنه الصلح. رجعت للدار وريت الورقه بلي فعلا مشيت للمحكمه وانا بصح باغا نطلق حيت عييت. هنا قال لي والله لا طلقتي، واذا بغيتي تطلقي غادي تحطي لي فلوسي كلهم، من غادي نجيب لك فلوسك اخويا شي شهر وانا مريضه. في الاخير ملي شافني صافي انا ما بقيتش باغاه قال لي حطي الذهب وغادي نطلقك. فعلا داكشي اللي كان، منين درت الخلع في المحكمه وافق انه يخلعني بشرط انني نعطيه الذهب، واخيرا طلقت. وهنا قررت باش انني نرجع للمغرب، ولكن ما غاديش نرجع لدارنا وغادي نبدا من الصفر. رجعت من بعد تلاقي بشي جوج سيمانات وسكنت مع خالي، والحقيقه ما كانش مقصر معايا من حتى شي حاجه، كان حس بيا وبالمعاناه اللي دوزتها، شجعني انني ندير باك حر ودرت ونجحت فيه. واخا كنت كنمر في ديك المده من المرحله اللي كانت صعيبه حيتاش نفسيتي كانت مريضه، ماما كانت كتجي تشوفني ديما وكتشجعني نكمل قرايتي، حيت ملي رجعت للمغرب قررت انه ما يبقاش بيني وما بين بابا تواصل، واي واحد سولني عليه كنت نقول ليه راه مات باش انه عمره ما يسولني عليه تاني. ما كثرت ما كنقول للناس راه بابا مات، انا براسي تيقت في دماغي بلي انه فعلا راه مات. انا كنت مريضه لداخل ديالي ولكن كتمل الحزن وصابره وكنسلك مع الوقت، حيت ما عنديش فلوس باش انا نمشي نتعالج نفسيا من العقد اللي عندي. عييت نكتم في قلبي وندير راسي قويه قدام الناس، ولكن انا عندي شخصيه تانية وقصه تانية. ملي ساليت الباك خرجت كنقلب على خدمه، خدمت في قهاوي، كنغسل الماعن، خدمت الميناج، خدمت ايتها حاجه طيح ليكم في البال باش غير نعاون راسي. دخلت لافاك واخيرا وحسيت الحلم ديالي بدا كيتحقق، وفي نفس الوقت بديت كنخدم باش نعاون راسي. العام الثاني خالي مسكين مات الله يرحمه، وقررت انني نخرج من دار ونكري شي بيت مع شي بنت اللي كتقرا معايا في لافاك. فعلا كريت مع واحد البنت اللي الله يعمرها دار وارتحيت معاها، وقدرنا اننا نعاونوا بعضياتنا في القرايه، هي كتحضر في لافاك وانا كنكون خدامه، ومن كترجع كتبدا كتشرح ليا. حتى اليوم انا تخرجت من لافاك وساليت الحمد لله، وخدمت في المهنه نتاع الكابلاج واحد الفتره، ومرضت في صحتي حيت جاتني واحد المشكله في رجلي وبقيت كنتعالج عليها فتره، وخرجت من الخدمه، وماما هي اللي كاريه ليا واحد الدار من بعد ما ورثت على باها شي حاجات ديال الورث. الحقيقه انه ماما ما عمرها قصرت معايا، ولكن ما في يديها حيله، ما عندها ما دير ليا مسكينه، الجهد ديالها كله كتعطيه ليا. واحد النهار غادي نتعرف على واحد الانسان كبير عليا بعام، عرفته غير في التليفون، وهو ماشي مغربي. في الاول كنت شايفاه انسان اللي هو عادي، ولكن مع الوقت كنشوف فيه هذا هو الانسان المناسب ليا، وكنا كنهضروا على الزواج وبلي انا بغاني الزواج، وقلت ليه بلي انني فايت ليا مزوجه ومطلقه، قال لي انا باغيك وهضرته كانت صحيحه 100%. هذا الانسان ما عاودتليش كيفاش تزوج وشكون زوجني، وما عاودتليش على المرض اللي عشت من قبل نهائيا. سولني على دارنا، قلت ليه بلي انا خدامه في مدينه واحده اخرى وعائلتي في مدينه واحده اخرى، ولكن قلت ليه بلي انا وبابا راه ميت باش ما يسولنيش عليه. بقيت عايشه معاه في هذه الكذبه على عام تقريبا. بغيت هذا الولد من قلبي، ومنين تنهضر معاه كنت نحس بلي انه هذا هو اللي غادي ينسيني داك العذاب اللي دوزت. كنحس به ما مسوقش للماضي نتاعي، ولكن حشمت نقول ليه ونوريه شنو دار ليا بابا وفاش تسبب ليا. بقيت كاتمه داك السر، وكل مره كنقول راه خصني نقول. حتى داك العام تقريبا حسيت براسي مزيان معاه، واخا غير في التليفون حيت كان معايا طول الوقت. واحد النهار غادي يفاجئني وغادي يقول لي غادي يهضر مع والديه باش انهم يجيو يخطبوني. تصدمت، انا باغا، ولكن الا عرف هذا الشيء اللي مخبي عليه غادي يتصدم اكثر مني. بقيت كنفكر شنو ندير، وانا نقول ليه واحد النهار انا مابقيتش باغا نكمل معاك. تصدم وعيا معايا باش انه يعرف السبب، ما قلت ليه حتى شي حاجه وزدت وخبرت وبلوكيتو. هاد الفتره كنت فيها مريضه، والمرض ديالي لعب ليا دور في اتخاذ هذا القرار. من بعد 3 شهور من الغياب ديالي والغياب ديالو رجعت لعندو باش انني نشرح ليه، حيتاش عييت نبقى ساكته وبغيت باش اننا نرجعو بزوج حيتاش مرضت وانا بعيده عليه. كان تيقول لي انا صافي استخرت ومن الاحسن اننا نبعدو على بعضنا،
واخا عاودت ليه من الصفر ما تقبلش، وممكن انه تصدم، ممكن انه ما بقيتش عاجباه، وممكن وممكن الله اعلم، ما عرفش شنو الاحساس ديالو. انا دابا ما قدرتش ننسى هذا الانسان، وكنحس بلي انني ظلمته معايا، وبعد المرات كنبقى كنقول علاش هو ما حسش بيا، فاش كان صعيب عليا انني نعاود ليه. انا دابا رجعت كنفكر تاني في افكار انتحاريه بحال الاول للاسف، وبغيت انكم ادعيو معايا باش حياتي تتقاد، وادعيو معايا الا هذا الانسان كان كتب ليا اننا نرجعوا مع بعضياتنا. انا اليوم كنتقاتل باش نكون مزيانه، ولكن للاسف باقي مره كتراودني الافكار ديال الانتحار في راسي. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه هاجر. كنقول والله اعلم من حقه انه يتراجع، لانه عطاتيه 3 شهور. 3 شهور ربما كانت كافيه انه يفكر مع راسه، انه يعرف المشاعر ديالو، انه بزاف ديال الحوايج. الا كان هذا هو الاختيار ديالو من حقه، ولكن السؤال هو لما الانتحار؟ علاش كتعجلي انك تنهي حياتك في كل مرحله؟ وعلاش باغا تهربي من الواقع بالموت؟ اذا هذا الشخص فيه خير ليك، لو كان بقى، لو كان سمع ليك، لو كان عطاك فرصه، لو كان ربي فتح ليك معاه باب التسهيل وسخر ليك الارض والسماء باش انكم تجمعوا. ولكن اذا ما كانش من نصيب ديالك، علاش غادي تحاربي على شيء هو ماشي ديالك في الاصل؟ هربتي من حياه جحيم وخليتي كل شيء من موراك، فمفروض انك تركزي على راسك وتصالحي مع شنو وقع ليك، وتقبلي نفسك، وتعطي لروحك واحد الفتره نتاع نقاهه. ابسط الحوايج، تاملي السماء، تاملي الارض، تاملي الخلق، تاملي نفسك، النعم اللي انت محاطه بها من سمع، بصر، ذوق، رؤيه، الوان، شم، ماشي تفكير. حنا عامرين بالنعم ديال مولانا، فاش غتجي تشوفيها وتامليها غتلاقي بلي عامره بنعم لا تعد ولا تحصى. حينها ستدركين من هو المنعم واللي هو مولانا. فاش تشافى الروح ديالك وتعطيها ما فقدتي من الفطره، واللي هي انها تصالح مع مولانا، ديك الساعه مرحبا، اللي بغى يتزوج بك مرحبا، ديك الساعه غادي تكوني مستعده نفسيا وجسديا وكل شيء. واذا ما كتبش لك هذا الشخص بالضبط، الله يعاونه، الحياه بسيطه جدا، انت محتاجه انك ديها في راسك، محتاجه تشافي وتداوي راسك. علاش باغا تخسري الدنيا وحتى الاخره ديالك بهذه الفكره ديال انك تنهي حياتك على قبل امور لا تستحق ابدا؟ هاجر، حاولي تغسلي روحك بمولانا، وقولي لراسك حتى شي حد ما يستاهل انك تخسري ربي على قبله. وصراحه هذا هو كان الراي ديالي الشخصي، والمتتبعين غادي نخلي لهم انهم يشاركوك تعاليق ديالهم والاراء ديالهم والنصائح ديالهم. والله المعين يا متابعين يا كرام، ما تبخلوش على هاجر بانكم تخلوا لها تعاليق تذكروها وتعرفوها بلي هادشي راه ماشي هو الطريق الصحيح، وبلي انها خصها توقد مع راسها وتبني المستقبل ديالها وحياتها. هذه كانت حكايتنا الليله، نتلاقاو بعد الظهر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.